الوغ في الحصة ديال اليوم استمرارا لو كور ديال ريباراسيون دي سيركوي الكتريك. كنا شفنا لا ديفينيسيون ديال الالكتريسيتي لي ديفينيسيون دي غروندور الكتريك لا تونسيون لانتونسيتي لا ريزيستانس اي لا puissance. On a vu aussi les relations entre ces grandeurs, la loi d'Ohm. Puis on a discuté ensemble sur la longueur de trois séances continues successives, les types de batteries utilisées. La batterie avec plomb acide, sa composition, sa charge, sa décharge. Et on a aussi discuté ensemble sur la maintenance, l'entretien, tout ce qui est entretien, tout ce qui est contrôle, puis l'achat correct d'une nouvelle batterie, comment ça se fait et quelles sont les choses sur lesquelles on doit faire attention pour avoir en main une batterie de qualité. Après, on a deux premiers exercices sur le calcul de potentiel, tout ce qui est tension. Troisième exercice sur le calcul de la valeur d'invisible qui est la valeur de l'ampérage total qui circule dans tout l'ensemble du circuit donné. La correction s'est faite en présentiel. Déjà, je vous ai envoyé la correction sur un fichier PDF dans votre groupe. Alors maintenant, pour ce faire, on doit un peu voir en détail les symboles utilisés. Car pour comme introduction, on a déjà travaillé avec, je pense, 3-4 symboles. Mais dans cette séance, Inch'Allah, on va apprendre l'ensemble des symboles de base. Je répète, les symboles de base, c'est-à-dire Ramouz al-Assassiya. Il y a plusieurs symboles ou qui sont normalisés, bien sûr, mais ce qui est principal. C'est tout. Alors, les symboles, qu'est un symbole qui est déjà كان قديم وباقي مسمى لحد الساعة. اللي كان قديم كنقولو ancien وجديد كنقولو nouveau. Un courant continu, تيار مستمر كنرمزو ليه بهذا الشكل. تيار متناوي جيبي كنديرو ليه بهذا الرمز هذا. هنا بالنسبة للشيما اللي هما حاليا كاينين، إلا عندك شيما بحال ما هكذا وكاينة نقطة، يعني هاد الخيوط ملاقين هنا، ولكن اللي عندك بحال ما هكذا راه هادو ما ملاقينش. هذا بالنسبه للشيما اللي هما جداد. اوكي، بالنسبه للشيما القديم باش نديرو خيوط
واحد دايس فوق الاخر هما ملاقينش، كنجيبو واحد وكنديرو بحال هاد ان دومي سيركل، اوكي، ام بتيت كورف، واحد طرف ديال القوس لارك، باش كيبان لينا انه راه هادو ما ملاقينش. ولكن الا كانوا هكذا، شوف لي الشيما القدام هكا راه ملاقين وهكا ما ملاقينش. في لي الشيما اللي هما جداد وكنظن هما اللي غادي تتلاقاو معاهم بزاف، انه ولا دايرين بحال ما هكذا، هادو راه ما ملاقينش. الا بغينا نلاقيوهم ضرورة خاصنا ندير واحد النقطة هنايا بحال هكا. المهم هادشي القديم، هادشي جديد. الو، هذا الرمز ديال لاباتري بحال ما هكا داير. سي بون، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة ديال بلوس وستة ديال موان، اوكي، يعني فيها ستة ديال لي زيليمون. هذا هادو بجوجهم الرمز ديال لو رولي. لو رولي سي ان كومبوزون الكتريك يوتيليزي في الالكتريسيتي، يعني ابري ان شاء الله، ابري فوتر روتور دو ستاج دو موا دو مارس، من بعد الرجوع ديالكم من ستاج ديال شهر ثلاثة، غادي اون فا رياليزي سور طابل des montages soit en série soit en parallèle en utilisant des relais. ماشي غير relais واحد، غادي نستعملو بزاف ديال لي relais، اوكي، pour faire fonctionner deux moteurs en série et en parallèle. هنا هذا الرمز القديم ديال البولار، هذا الرمز جديد. هذا كوندونساتور، ان كوندونساتور الا رديتو البال يعني فيه جوج ديال لي زاليمون بحال لا باتري، ولكن كاين فرق. لا باتري كنشارجيوها وكتبقى شاده لا شارج ديالها، يعني حتى كن نشدو الخيوطه ونلاقيهم مع ان كونسوماتور وكتبدا كتعطينا في الضوء. ان كوندونساتور هو اللي كيشد لا شارج، ولكن فاش كيعمر كيتخوى راسو، يعني كيخوي داك لا كونتيتي ديال ليليكتريسيتي اللي شادت. هذا هو الفرق بينه وبين الباتري، غير كيعمر كيتخوى بوحدو بدون طلب ديال ليليكتريسيتي من عندو. هادي سيتي لامب دو سينياليزاسيون، او لا لامب هذا كنديرو ليه بهذا الشكل، يعني بحال هذا ولكن كنلونو. سيتي لومب ديال السينياليزاسيون او لا لومب تيموان. ريزيستونس مقاومه، عندها بزاف الاشكال، سواء هذا ولا هذا ولا هذا، ممكن تلاقى هذا الشكل بثلاثاهم. هذه سيتي اون ديود، هذا قاطع التيار، هذا محلول، هذا فيرمي، هذا ان كوميتاتور، ياك ان كوميتاتور هو كيكون يعني بحال واحد سي تان اوتي دو سيليكسيون. ان كوميتاتور بحالاش، بحال هذاك اللي كنطلعو به الزاج ونهبطوه، سي بون، كنحركو في واحد الاتجاه كيطلع الزاج، كنوركو عليه باش يقيس لنا، كيهبط لي الزاج بحال هذا الشكل. هادي كنقصدو بها بولا ليد، اوكي، بولا ليد كتضوي ليا. هذا خلاص راه باين، يعني كنرمزو به البوق او بارلور الباف ولا هذا. هادو سو سون دي فيزيبل، سوا هذا ولا هذا ولا هذا، فيما تلاقيتي مع هادو كنمقصود بهم فيزيبل. وكنت قلت لكم ممكن تلقاو حتى مع مستطيل، وهذاك اللي وسط منه كيكون متموج بحال هكذا. هذه سي لا ماس اللي هي المهم دي، يعني لو ديماغور، اوكي، و ام سي تا موتور، كيف ما بغى يكون هذا الموتور. هذا هادو هما لي سامبول، المهم دو باز اللي بغيتكم تكونوا تبقاو شادينهم مزيان.
Alors, on a des abréviations, يعني مختصرات الكلمات. Plus bat ou plus batterie. يعني القطب الموجب ديال لا باتري. Plus AVC هي avant contact. يعني هذا شد ليا ديريكتومون من الباتري. المقصود بالكونتاك هو البلاصه ديال الساروت ياك. وعاوتاني عنده واحد السميه اخرى كنقولوا ليه لو بون 30. مازال غادي نعطيكم واحد هذا بون 30 مقصود به. الله نحاولوا باش نعطيها لكم من دابا. بلوس افون كونتاك افون كونتاك ياك هو بون كونت. وبطبيعة الحال شحال فيه؟ فيه 12 فولت. بون 30 يعني ديريكتومون من الباتري ديريكت افون كونتاك. بلوس ابري كونتاك. بلوس ابري كونتاك شنو هو؟ بلوس ابري ابري كونتاك شنو هو؟ هو بون 15. وحتى هو بطبيعة الحال 12 فولت. ولكن الفرق هذا ديريكت من الباتري، هذاك ياخذ 12 فولت ولكن حتى كندورو الكونتاك. هذا هو الفرق. يعني هذا هو فاش كنقولوا كيشعل طابلو، وهي هذه يعني هي اللي فاش كيشعل طابلو سامارش. فاش كيكون الكونتاك فيديك وشي حاجة خدامة بالضوء في الطوموبيل ديك الساعة والكونتاك في ديك وما شعلتيش الطابلو، يعني هذيك راه خدامة بدوز فولت بطبيعة الحال ديال ديريكتومون من الباتري. ولكن شي حاجة اللي كتكون طافية حتى كتدوز نتايا الكونتاك يعني كتشعل له الطابلو عاد كتبدا خدامة، عاد كيدوز لها الضوء، يعني هذيك واخدة من لابون 15 سامرش. صلى عليك. C'est bon. Plus après contact, plus ACC, HEDA, bon, bien les accessoires. Yek, moi, je vais me rater qui compte, je vais me rater là, plus ACC, bien les accessoires. Quand je vais bon, 75. C'est bon. 12 فولت حتى هو. بعض المرات كيكون عندنا لابون وهو راه في الكونتاكت نيت، كونتاكت راه فيه الزيرو ياك، وفيه الاوف يعني هو الزيرو 30 خلاص من الباتري، فيه ال 15 اوكي، فيه ال 75 وفيه ال 50 هو ديال لو ديمار. غادي نتلاقاو مع هنايا. هنايا AVD FR يعني هذا افون دروات، هذه افون غوش، هذه FR هي فرونت رايت. فرونت رايت يعني القدام، رايت هي هي اليم بالانجلي، فرونت ليفت اوكي هي غاديه، اغيير دروات arrière gauche, HP hier haut-parleur, can class H low yek, low high, mais then ten du lium in bed, l'inil smito le protocole can ou protocole van ou etc. L'in multiplexé, c'est un type de câblage. اوكي داتا لي دوني غادي نشوفوهم. ليني ديال دياغنوستيك غادي نشوفوها من بعد. بلس فان كيف ما قلنا بروتوكول فان، هنايا بروتوكول فان ياك. هنايا سيت اون نورم اندستريال، c'est une norme industrielle digne تابعة لواحد الشركة معينة.
ISO ستاندار انترناشونال ياك، بين مقصود به هي هذوك لي بروش، مثلا كنقول واحد شي حاجه فيها 60 بين، وهذوك الريوصه اللي خارجين منها كيسكي اللي كيقول لهم المشطه. اوكي، ريموت كونترول تيليكوموند، مثلا بعض المرات كتكون عندي في الكونتاك يكون عندي ريموت كونترول تيليكوموند باش كنسد بيبان ونحلهم، نحل الكوفر مثلا. وهذا تي او اس. اوكي، لو تو دوند ستاسيونير، هذا غادي نشوفه في سونتراليزي. البيس اي بوتي دو سيرفيتود انتيليجون، واحد الكالكولاتور لي كي كوموندي ليا لي زوتر، او بالاحرى كينظم ليا لي زوتر. بحال كنقولوا هو داك البوليسي اللي كيكون في الرومبا الكبيره، كينظم ليا الحركه ديال لي سينيو وديال لي سينيو يعني دو دي كابتور ولي سينيو دو كوموند لي غاديين لي زاكتياتور لو لي سينيو دانفورماسيون. المهم كاين بزاف. UCH هو لي دو كونترول دابيتاكل، هو داك الكالكولاتور ديال طابلو دبور وديال الصالون كامل. هذا UCM هو لو كالكولاتور دانجيكسيون لي كي كونترولي ليا الموتور ديالي ياك. UCM IN IN هي اونتري او اوت هي سورتي، هادو ديجا نتوما عارفينهم من قبل. ليفل اللي مقصود به النيفو، هو هاي هو لو هي با، على هاد المسائل هادو. علاش شفنا هاد لي زابغيفياسيون هاد المختصرات؟ لحقاش كنستعملوهم في لي شيما الكتريك. سي بون، هنايا بلس 30 بلس باتري بلس بير بيرمانون. اوكي، سي لا ميم شوز، هي ست، هي هادو بلس ا بي سي، هادو كلهم كيعنوا نفس الحاجه. هو داك الخيط اللي راكب في البورن بلس ديال الباتري وغادي الحاجه ديريكتوم، كنسميه كاع هادشي كامل، وعاد زيد عليها بلس ا بي سي، هذا اللي كاين هنايا. تاي سي بون، هنايا واحد الملاحظة زوينة، إلا بغيتي تأكد أنه شي حاجة كتخدم بالبلوس باتري، سي بون، خاصك تحيد لاكلي، لأنه إلا واخدها ديريكت من الباتري ما عندنا ما نديرو حنايا بلاكلي. أبار هنايا ديال لي زاكسسوار كيف ما قلنا هو البلوس 75، سي بون. مثلا لي زاكسسوار بحال الراديو مثلا، وهي بقيت تخدم مني خشينا الساروت ودورنا واحد النقشه الاولى. اوكي، وهنا الدوره الاولى غالبا هي اللي كنتفكوا بها القفل ديال لا ديريكسيون باش تكون عندك لا فاسيليتي كيفاش تبراكي الرويد. اوكي، هنايا خلاص بلوس 15 ولا ابري كونتاكت، هي هادي ابي سي ابري كونتاكت. هنايا فاش كيشعل لك لو طابلو دبور، هنايا فاش كتكون عندك القابليه انه تطلع الجاج وتهبطو، لحقاش كيخدمو تا هما بال 15. سي بون، بلوس 50 هو النقشه الاخرى، هي باش كنبغيو نديماريو بها. بلوس 50 اوكي، هي اللي ناقصاكم هنايا. بلوس سميتها هي هكا بلوس دم ياك، يا بون بلس 50، انا بون 30، غير 30 كافي، لان ما لحقاش ما عندنيش موان 30 ولا موان 15 ولا موان 75 ولا موان 50، درتي 30 بون. المهم غير خاصك تقول 30، وهنايا راه حتى هذيك دوز فيها 12 فولت، ولكن اللي كتمشي للديمارور كتبقى لينا لاماس. اوكي، لاماس هي لابورن
بورن 31 هذه هي نمص بورن 31 هي نمص سي بون اوكي هذا هو اللي كاين غنحاول باش نصيفطها لكم في الجروب ديالكم ابري شنو اخر في الكونتاكت او البلاصه ديال السيروت فيها بحال ما هكذا يعني لي زاكسسوار طابلو مثلا وداكشي الاخر دي مارور وبليس باتري داير بحال الشكل دابا لو رولي غادي غنحاول نصيفط لكم ان اكزرسيس لوبجيكتيف ديالو هو ليدونتيفيكاسيون ياك و حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نشوف معكم الرولي نشوف معكم الرولي ونعطيكم دي زيكزيرسيس دو كالكول ياك دو كالكول دو مونتاج فيهم بزاف ديال لي زوبجيكتيف تو سكي مونتاج تو سكي كالكول اوكي باش نفهموا بزاف مزيان هاد الرولي اللهم يسر ومازال غادي نحاول راه غنبقى معكم نبقى كنصيفط لكم تقريبا هاد العشيه كامله وانتم جاوبوني في لابليكاسيون تيمز او لا في الواتساب وكنفضل تيمز حسن باش كيبقى كلشي مجموع وشكرا لانتباهكم